اجتنا بما فيه الخير والصلاح. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اعذبنا قلوب عبادك المؤمنين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا بيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. الله تعالى الله يكمل لك باقنا. الله يجعل هذه الصداقة توصلها في طبق من النور يا رب. اللهم يا رب اجعل قبرها روضة من ريان الجنة. عجلوا الله يزيخ. الله يستر لك العاقبة شرح. الله يتعاليك. الله يكمل لك مارك نوي. عجل يا رك نويها قضاها قضاها يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين. الله يفتح عليك سيدي. الله يسترك. انت خليل 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 الله يزيخك شاء الله. الله يكمل لك مارك ناوي. اجل يا كناوي الله يكملها لك. الله يشافي المرضى. الله يشافي المرضى. الله يسجل إن شاء الله التجارة. الله يعجل هذا الصدقة توصلها في طبق من النور. اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل الضياء والنور في قبره. اللهم اجعل الضياء والنور في قبره. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم يا رب استرنا من ستره. استخليفه الله يتعالي. والدي الله يرحمهم. الله يوسع.